بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، أهلا بكم في وجهة نظر مع سامح فوزي. النهاردة شفنا لقاء كأس السوبر الإفريقي وفوز النادي الأهلي على فريق الرجاء البيضاوي المغربي بضربات الجزاء. مبروك الفوز للنادي الأهلي، ونقدر نقول دلوقتي ارقع بلد، اسجد بلد، الأهلوية أسياد البلد. فعلا الأهلوية أسياد البلد، الكبير كبير والنادي الأهلي فريق كبير، فريق محترم، فريق ملوش مثيل، بيلعب للثانية الأخيرة في المباراة، وكالعادة القضية ممكن، وكالعادة القضية ممكن. في الدقيقة 90 النادي الأهلي بيتعادل مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة استحواذ كامل للنادي الأهلي، 70% استحواذ للنادي الأهلي و 30% لنادي الرجاء البيضاوي المغربي. بالقضية ممكن وبضربات المعاناة الترجيحية، الأهلي يفوز بكأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم المساند للشياطين الحمر. النادي الأهلي النهاردة كسب مباراة كأس السوبر، بس خسر عمرو السولية. إصابة عمرو السولية في المباراة أثرت كتير على فرحة جماهير النادي الأهلي. عمرو السولية نجم كبير، لاعب مخضرم، لاعب من الأعمدة الأساسية للنادي الأهلي ومنتخب مصر، بنتمنى له السلامة وبنتمنى إن هو يرجع في أقرب وقت ممكن. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهير النادي الأهلي، مبروك السوبر الإفريقي لعشاق الساحرة المستديرة، عشاق النادي الأهلي في مصر وفي القارة السمراء وفي الوطن العربي. الأهلي كالعادة بيسعد جماهيره يا سادة. الأهلي النهاردة قدر يسعد جماهيره في الدقيقة 90 وبضربات المعاناة الترجيحية. الأهلي بيفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بضربات الجزاء 6-5. الأهلي بجدارة واستحقاق بطلاً لكأس السوبر الإفريقي. عدالة السماء النهاردة بتنزل في قطر، عدالة السماء في قطر لإنقاذ المجتهد، لإنقاذ اللاعبين المجتهدين اللي سيطروا على المباراة تماماً وقدروا النهاردة ان هم يتعادلوا في الدقيقة 90 مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي. كالعادة الافراح بتعم ارجاء البلاد، كالعادة الافراح بتعم شوارع الجمهورية. الاهلي بيسعد جماهيره في كل مكان، الافراح بتعم ارجاء البلاد. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مبروك لمعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مبروك للرئيس الإنسان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة والرياضيين، وبنقول له يا معالي الرئيس، يا رئيس النادي الأهلي، النادي الأهلي هو اللي بفرح الجمهور المصري، النادي الأهلي هو اللي بيسعد شعب مصر، النادي الأهلي هو اللي بيحقق كل البطولات المحلية والقارية والعالمية. بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مونديال العالم للأندية القادم، بنتمنى التوفيق لكرة القدم المصرية، بنتمنى كل التوفيق لجماهير النادي الأهلي والشعب المصري الحبيب، وإن شاء الله الأفراح تعم أرجاء البلاد. شكرا لكم.